تحياتي لكم. حساسية الجيوب الأنفية المزمنة اللي هي بتسبب عملية تضخمات في الأغشية المخاطية في منطقة الأنف وممكن تسبب عملية وجع راس لأنه بنقص الأكسجين اللي بنتنفسه، ممكن تسبب عملية التهاب في اللوز، التهابات في منطقة البدن وزيادة الالتهابات عامة وشاملة. خلينا باختصار، الطرق العلاجية لهيك مشكلة لحساسية الجيوب الأنفية بتتلخص في الأمور الثانية. قبل ما نبلش في العلاج، الممنوعات هي السكر، هي النشويات، يعني بدكم تتوقفوا عن أكل هذه الأمور لمدة شهر شهرين عبين ما تنتهوا من الموضوع، بعدين بترجعوا شوي شوي. بدكم تتوقفوا عن الزيوت المهدرجة أو الزيوت النباتية لأنه فيها أوميجا 3 وهذا بيزيد الحساسية وبيزيد الالتهابات. هذه الشغلات الأساسية توقفوا عنها. أول شيء الطرق العلاجية، أول بدنا نستخدم موضوع التبخيرة، بدنا نستخدم موضوع المياه هذه ونستنشق فيها، بدنا نستخدم موضوع المضمضة. التبخيرة بدنا نعمل مغلي، ونحط عليه مياه ساخنة ونوضع عليها قرنفل، نوضع عليها بس يتم عملية الغلي ونخلص الغلي بنحط عليها الخل، خل التفاح جيد جدا لعملية تخفيف الحساسية، نحط عليها شوية ليمون، نص حبة ليمون بنعصرها على المياه هذه وفقط بنعمل عملية استنشاق في المياه هذه. الاستنشاق بده يكون زي عملية الوضوء، بنحط المياه وبنسحب في المياه هذه في الأنف اللي نعمل عملية تنظيفات، ولما نسحب المياه هذه بنمسك الأنف من الأعلى وبنعمل عملية سحب للأسفل وبنطلع المخاط. هاي أول شغلة. ثاني شغلة عملية نفس المياه بنتمضمض فيها، يعني بنحطها في الفم ونظلنا نحرك فيها في الفم لمدة دقيقة. ثالث شيء موضوع الغرغرة في نفس المياه، وإذا بتحطوا عليها ملح، ملعقتين ملح بيكون أفضل كمان مع المخلوط هاي ومع المياه هذه. في حال المياه جاهزة، في الحالة بنحطها في ثمنا وبنرفع حالنا لفوق قد ما نقدر وبنعمل عملية الغرغرة مع حركات ومع إطلاع صوت، هذا حيعمل عملية تعقيم كاملة في كل منطقة الجيوب الأنفية والفم. بعدين عملية التبخيري من نفس المياه هذه، التبخيري يا إما بنحط المياه الساخنة وبنحط لنا فوق راسنا بشكير ونستنشق بشكل عميق هالبخار هاد مع شهيق وبنطلع الزفير من منطقة الفم، أو إذا بدنا إشي أريح بنحط المياه هذه على بشكير وبنحط البشكير على منطقة الفم وبنعمل شهيق عميق من الأنف اللي ندخل الهواء مع البخار وتتم عملية تخفيف حدة الالتهابات والتشنجات هذه اللي موجودة في الأغشية المخاطية، أو بنحط المحلول هذا في بخاخ، موجود عندنا في البيت، وبنحط الكمامة، العادية، وبنحط البخاخ وبنتنفس من هالمحلول هذا اللي هو في خل، في ملح، في القرنفل. غير هيك أنا بدي أفتح الجيوب الأنفية عن طريق حركات معينة. الحركات هذه الأفضل إني أستخدم زيت، ممكن أستخدم زيت زيتون، أحط عليه شوية خل، أحط عليه من هالأعشاب المتاحة عندي سواء النعنع أو زعتر، أطحن وأحط مع الزيوت هذه، وأسخن الزيوت هذه شوية وأعمل عملية مساج من الجيوب الأنفية من الأعلى، لأنه الجيوب الأنفية في عنا اثنين من هون، في عنا اثنين في المنطقة هاي زي حجر على اليمين وعلى الشمال، في عنا تنتين هون وكلها حجر بتنفذ على بعض، فبعمل حركات المساج، ببلش من فوق ولتحت اللي أزيل هالاحتقانات، بعدين بعمل حوالين العينين بالمنطقة هذه بصير أسحب عدة حركات، بعدين بمسك الإيدين وحوالين الأنف وبنزل لتحت قد ما أقدر بالطريقة هاي اللي أفتح الغدد وأفتح المسار الدمعية وأفتح المسار اللي بتخرج السائل اللمفاوي، لأنه كله بيكون زي بسبب الاحتقانات هذه. وإذا بدنا فعالية أفضل بنعمل زيت
زيتون، وبنضيف عليه مطحون عرق السوس. عرق السوس اللي هو معروف إذا بنشربه كمان كويس كتير، بس ديروا بالكم عرق السوس بيرفع الضغط، بس إذا بتشربوه بشغلات معقولة مش حيأثر كتير. فاشربوا لكم كاسة كاستين في اليوم عرق السوس، واعملوا المطحون هاد، اطحنوا عرق السوس وحطوه مع الخل ومع زيت الزيتون واعملوا المساج فيه، ودخلوا في قطنة من هالزيوت هذه داخل الأنف، يعني بتدخلوها وبتنظفوا الجيوب الأنفية مرة على اليمين ومرة على الشمال، إن نخلي الجيوب الأنفية مفتوحة. بعد ما خلصنا من المساج بنجيب الأصابع وبنصير نعمل ضغوطات، لازم هاي نسويها، هاي لتنشيط الجهاز اللمفاوي، لتنشيط الغدد، لتنشيط من إزالة هذه الاحتقانات ووجع الرأس. بضغط على منطقة الجبهة بالطريقة هذه لمدة دقيقتين ثلاثة، وأنا أحرك وأنا أخذ شهيق وزفير، بحط إيدي وبضغط في المناطق هاي حوالين العينين بالطريقة هذه لمدة دقيقة دقيقتين. بعدين بحط أصابعي في زوايا الأنف وبضغط بضغط بضغط 5 ثواني 10 ثواني وبرخي، بنزل لتحت بضغط 5 ثواني وبرخي، بنزل لتحت بضغط 5 ثواني وبرخي، بنزل لتحت بضغط 5 ثواني وبرخي، وبعدين برد بجيب أصابعي وبصير أسحب من فوق وأسحب لتحت، ومن فوق أسحب لتحت واستنشق في هالمياه هذه واشيل كل السوائل الزايده في الجيوب الانفيه. طبعا هيك انا عملت جلسه سريعه، هذه اكيد حتجيب نتائج. وكمان ما تنسوا انكم تاكلوا البصل كويس كتير في مواد ضد الهستامين، البصل بيعمل عملية توسيعات في الأغشية، قاتل للبكتيريا، قاتل للفيروسات، البصل ممكن ناخده مع السلطات وخصوصا البصل الأحمر، البصل ممكن ناخده ونستنشقه كاستنشاق، مياه البصل ممكن نشربها، كويس كتير لتخفيف حدة الالتهابات وزيادة الهستامين. الثومة بتعمل عملية نفس المبدأ، إذا حبت حبتين ثومة في اليوم مع السلطات أفضل شيء، مع زيت الزيتون هذه بناكلها، بس وانتو تمضغوها طولوا شوي في عملية المضغ، خلي الغازات هذه اللي بتطلع من البصل والثوم تنظف كل الجيوب الأنفية، حتدمعوا هذا كويس، حتصير اللعاب ينزل أكثر، هذا كويس، احنا بنفرغ. بعدين شو ممكن تسووا؟ ممكن زيت زيتون فقط تحطوه في ثمكم ملعقة ملعقتين وتعملوا عملية المضمضة لمدة 10 دقائق وانتم مسكرين ثمكم، وتعملوا مضمضة في زيت الزيتون، في زيت الزيتون فقط، هذا حيسرع من امتصاص كل البكتيريا وكل المواد السامة وحيخفف من الاحتقانات. وبعد ما تخلصوا 10 دقائق ممكن 5 دقائق وترتاحوا وتردوا تحطوا ملعقتين وتردوا تتمضمضوا، وبعد ما تخلصوا بتحطوها على محرمة وبتبزقوها وهاي بترتمى. السلطات طبعا الأفوكادو كويس، المكسرات كويسة، الأسماك كويسة، الشربات الخفيفة كويسة، كل هذه النظام الغذائي كويس مع الابتعاد زي ما حكينا عن الزيوت المهدرجة والسكر، لأنه هذا بيزيد الاحتقانات وبيزيد الالتهابات. بعدين بعمل تمارين بسيطة، تمارين تنفسية بحيث اني احفز الغدد وسرع من افراز الغدد اللعابية هذه او اللي بتكون مغطي كل الاغشية في منطقة الجيوب الانفية ومنطقة الفم. فافضل طريقة لتحفيزها اني احفز العصب الحائر، يعني بدي احط ايدي على الدان، هاي فركة الدان، واعمل عملية شهيق قوي من الأنف واحبس النفس لمدة 10 ثواني وبعدين أطلعه، أكرر هاي العملية اللي حتنزل الضغط وحتخفف وجع الرأس وحتجيب نتيجة كويسة معي. بعدين بدي أعمل تمارين تنفسية بحيث أسكر منطقة من الأنف وأسحب ورد اطلع من نفس الفتحة، نفس الشيء احط واسحب ورد اطلع الهواء هذه من نفس الفتحة.
بدي نتيجة سريعة لتفتيح الجيوب الأنفية، بحط لي شوية فلفل بستنشقها. ففي هاي الحالة بعطس. العطسة مهمة كتير في تنظيف الجيوب الأنفية، والعطسة أصلا مخصصة للجيوب الأنفية. العطسة هي كمية هواء بيخرج من الرئتين بقوة دفع تشكل من 100 ل 150 كيلو متر بالساعة. 150 ل 100 كيلو متر بالساعة الهواء هذا بيطلع بشكل عنيف وبيطلع للجيوب الأنفية اللي يسكر كل التسكيرات. فاعطسوا في هاي الحالة مرتين ثلاث أربعة في اليوم، وسهل إنكم تثيروا الأنف عن طريق استنشاق الفلفل للعطس. هذا حيعمل عملية تنظيفات قوية وسريعة. بس وانتوا تعطسوا حاولوا تضلكم ثابتين، حاولوا تحطوا إيدكم على فمكم، حاولوا تحنوا راسكم شوية بحيث الهواء يطلع بشكل صح، ما يصير في عندكم تشنجات، لانه اي حركه هيك للرقبه ولا هيك في وقت العطسه ممكن هذا يؤدي لتشنجات قويه. غير هيك بدكم تديروا بالكم المخده اللي بتناموا عليها تكون من شغلات طبيعيه، يا قطن يا صوف. الغطاء تاع المخده لازم يكون ينغسل مرتين ثلاثة في الأسبوع، اللي يكون فيه وإحنا نايمين روائح كويسة، ينغسل في مواد طبيعية، ما ينحط صابون، ينحط عليه شوية خل، شوية ملح، شوية ليمون مع المياه الساخنة فقط، واغسلوها في المياه الساخنة. وأي شغلة بتتحسسوا منها ابعدوا عنها، أي مأكولات بتتحسسوا منها ابعدوا عنها، وزيدوا من المشروبات الساخنة اللي نعنع، زعتر، بابونج، ينسون، إلا إذا كنتم متحسسين من أي من المواد هذه. وقبل ما تشربوا المشروبات الساخنة هذه ضيفوا عليها شوية ليمون، لأنه الليمون فيه فيتامين سي وهو أساس العملية ضد الهستامين وعملية ضد الحساسية. غير هيك بدكم تركزوا على الأكل، الحبوب الكاملة، عندكم حب الرشاد، عندكم الحب السوداء، عندكم السمسم، عندكم القرنفل. هاي الحبوب كلها بتطحنوها وبتضيفوها للسلطات، هاي فيها مواد كويسة كتير، وغير البصل والثوم اللي حكينا عنهم، وعرق السوس كويس كتير كمان، والحركة والوجود في أشعة الشمس مرة مرتين ثلاثة في اليوم، تعريض الأنف والوجه للأشعة الشمس بشكل مباشر اللي يوصلكم فيتامين دال، وهذا حيخفف كتير من الحساسية. شوفي كمان شغلات، يعني هذه الأمور إذا عملتوها، وركزوا لي على حبوب اليقطين أو اليقطين. حبوب اليقطين اللي هو حبوب القرع، بذور القرع، بتحتوي على الزنك، والزنك أساسي جدا في مكافحة الحساسية. هذه ممكن تأخذوها هيك كبشة في اليوم، تطحنوها مع الحبوب الثانية وتحطوها على السلطات، هذه كويسة وهذه حتساعدكم. وفقط ركزوا لي على المياه، شرب المياه مع الليمون مع النعنع، هاي كثروا منها، وكثروا من الحمضيات، كثروا من الافوكادو، كثروا من هالفواكه الطازجة هذه، التوتيات، العنب، التمر كويس كتير، مغنيزيوم، بوتاسيوم، حبتين ثلاثة في اليوم. هذه كل هالأمور حتساعدكم وتشافيكم وتعافيكم. وعفوا على اتأخرت في الرد على الحجة الكريمة، بس هي نفسها الوالدة عندها مرض شادد عليها شوية اللي هو الشنجل أو الحزام الناري، وحكت معي الصبح، قلت لها يما خلينا نستنى شوية على الدور، على الدور عشان نحكي لك عن الموضوع. فالحلقة القادمة حتكون عن الشنجل وعن هاي الالتهابات الحادة اللي بتصير بالأعصاب الفيروسية، وكيف علاجها بشكل بيتي فقط. ابعثوا لي اللي بدكم اياه وكونوا صبورين علي في الرد. شكرا لكم، الدكتور محمود السوس، علاج طبيعي وتأهيل. سلامات.